نحن مو اللعبة انه نطحنا لهي اللعبة انه نطلع شكل صغصلي عشر خطا عشر خطا اعطيها رصاصة طحق ايه لا مو اكل مو اكل لما امك تعمل لك نجمة بالبيت ليكا مرحبا اليوم حنعملكم تحدي هيك جديد 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 اللي هو من مسلسل سكويد جيم. هاي الشباب هلا عملنا انترو معه بس هو فاز حتى انا مثل المهم حنشوف بالتحدي مع العالم مين اللي حيفوز مين ده يفوز انا دائما فوز كمان هلا بنشوف عملونا لايك وتعليق اكتبوا لنا اذا حبيتوا التحدي وشوفوا الحلقه حضران سكواد جيم ايه حضرته سكواد ولا سكويد سكويد الله برافو حزين حضرانتي معناتها كان اي اصحاب لعبه تبع الجسر تبع الجسر هلا نحن كنا نعمل تبع الجسر بس وين وشد الحبل عم نعمل هي تبع السكه ايوه تمام بس حطوكي انت بهيك لعبه تفوزي ولا بتخسري فوز لا واثقه من نفسي مش مثل حالك فوزي هلا حنشوف لا ما حق نقي رقم 2 3 4 3 يلا نقول لك شو الشكل شو بتوقع الشكل قلب اعطينا قلب شايف القلب هاتي لنشوف نعير له وقت دقيقة واحد اثنين ثلاثة يلا يا رهف لك هيك عداد الوقت شو حلو هو عم يمشي فيني شيله نحن حاطين هون أحسن لك على أساس شو مسا أيوة لك تصي الحواف ها أعطيها رصاصة طحق هاي لما الواحد بده يتحربه ويعمل حاله حربه مسلسل كلفته قديش كانوا من الاول كسروها هي ايه طب لا شقفه صغيره فيني بكملها لا بكونوا اوصوا له واحد بهي الشقفه الصغيره خسرتي ورجينا على الكاميرا شو عملتي ما شاء الله عليك اول لعبه خسرتي فيها شلون باقي الالعاب يعطيك العافيه نور انت مو حضران المسلسل مثل رفيقتي لا ليش مو حضران بدك تكوني عم تدرسي انت بتذاكر من ورانا ولا ايه تدرس هذا الدبوس بمسلسل يعني من وراه في عالم ماتي اسمه سكويد جيم المسلسل رح موت هلا لا ما حتموتي ممكن بالمونتاج طلعي هي في قرص سكر تمام فيه شكل فهذا الشكل بدك تقصيه بالدبوس بدون ما تكسريها بدك شوي شوي هيك تقصي طيب. تمام نقي رقم 2 3 4 4 لا نحن معنا هذا الشكل هو ما لقينا شكل شمسية فمعنا هذا الشكل حنعتبره شمسية لايت بالمسلسل بيكون في شمسية هي أصعب شيء هي اعتبريها شمسية لايت يعني مو أصعب شيء يا عيني عليكي نسينا نعير وقت عيرنا وقت آسيا لك هي آسيا وبتنكسر بأي لحظة كفي كفي هي انكسر شقفة منها كسرت شقفة تانية كفي الأسطورة تمام هلا انتي مو حضران المسلسل هذا الشكل شوفه سود الله وجهك هي المفروض كانت شيء بيشبه الشمسية طلعت معك دائرة هلا هيك انتي مبدئيا من اول وحدة كسرتيها بالمسلسل شو بيعملوا فيكي او صوكي خسرتي سهلة ولا صعبة لا صعبة صعبة يعني ما انحب المسلسل كانوا عم بيموتوا ايه كيفا لك هلا اهلين شو اسمه فايز فايز ان شاء الله عطول فايز يه. فايز طولك 3 متر وقديه انا مترين هو بس انا كل بالي اطول من هيك شلون كل بالي اطول من هيك متر 85 شو بالك تشوفني اصير مترين يغسل عين انت عم تقلي حضران سكويد جيم
حلو. شو اسهل لعبه؟ اسهل لعبه هلا كانت قرص السكر. هل لعبك قرص السكر؟ حنشوف حتفوز ولا تخسر. بس نحن عم نلعب عن جد، يعني في واحد هون على الاسطوح متخبي. بس بدل ما يقوس بشرحها. هل بده يضربني شحاطة؟ ايه. صلحة ما بده واحد يلحس. ليش كانت بالفيلم كانت أرى 30 ثانية. وحش يا فايز. لا وش خطا وش خطا. انا رايح فين؟ انا راجع فين؟ شو طلع معه؟ انا والله اكلنا شحاطه. اول شيء لما كنت عم تحضر المسلسل ما عم تقول هي اللعبه كثير سهله بزمتها. اي نظامي عم تقول انه ايه شو هذا وكذا، انه اسهل وحده هات يلا. شو طلع؟ لما طلعت بتهوي كثير. حنلعبك نحن هلا اسهل لعبه بالمسلسل. تمام اوكي. حنقي لك هيك شغله عشوائيه بس سهله، يعني اسهل شيء. اعطينا قلب. ليك هي حطينا لك قلب كثير سهل. لا لك شو المبدا بالدبوس، بدك تطلعي شكل القلب بدون ما تكسري شيء من القلب. تمام يعني اعتبريه الكراش وما بدك تكسري له قلبه. علي عليه والله شكله حينكسر قلبه. بس شوي شوي بالله. لا يعير لك وقت. جاهزه؟ 1 2 5 يلا يا بيان. لهلا لهلا بيان ربع القلب. انت حضران المسلسل بدك تغشي. بيان على فكره خلصت نصه للقلب. لا خلصت نصه لهلا. شوي شوي بيان شوي شوي. هي الدخن سمعت كلمه كراش صارت فورا. يلا يا كاسفيان شافه هيك. شو الوضع؟ ورجي كيف كانت؟ هي هيك كان صفيان. اوكي. بس انه يعني خلص ماشي الحال. شو خلص بالمسلسل ما عندهم يا مرحميني فورا طاختي. سهلة ولا صعبة اللعبة؟ لا سهلة. 1 2 3 انا فيني الحس مثل المسلسل ولا لا؟ حاس. طب اخفي لك يا بحركتين اكله كله. لا تخفي بدك تطلع الشكل صار سليم. معك دقيقة ونص. شجعوا له شيري. يلا شيري يلا شيري شيري مع بعض. شجع معه. يلا يلا everybody يلا. فكرة شيري بيشبه ابو فلة هيك انا شايف. في شبه مو؟ مو في شبه؟ في شبه. هل بيقولوا لك شبهه؟ لا هلا واحد قال لي هي انت اول واحد. انا ما بشبه. انت و15 اخرين بس. ها شوف شلون كله بيقول لك شبه فلة. انا عم بقول وين شايف كل شيري. طيب في استسلام ولا لا؟ ما في استسلام. حضران المسلسل عصام. طيب يعني اكله يعني شو؟ عمل مثل المسلسل. شو عملوا بالمسلسل؟ اوكي لا مو اكل مو اكل. انا جعان. بقى 29 ثانية يا شيري يلا. يلا يلا حاول حاول. يلا شيري حاول. حافظوا على الاسم شيري ما تخربتوا. حلو حلو. ضل بس هذا الشكل. اي يا عيني عليك يا شيري. بيان 10 ثواني شيري يلا. خلاص خذ له ارسو كله. خلاص قصة قصة شيري. بسنانك 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 بسنانك. 3 ثواني 3 ثواني 3 ثواني. خلاص حاعطيك نص دقيقة زيادة. ها هي فصلنا يعني بدك تضلك هيك لحتى تخلص. ايه. هاي طفينا الموبايل.
الله يا شيري ليك ليك الفن. لا ما غشيت. ها اطير فيها صار له صعب بده يجربه يدوقه. دوقه قلنا طعمته طيبه ولا لا؟ لا طيبه. دوق لك كل هون ارمي. تعال دوق كمان. مين بحب كسر الاسنان هذا؟ شو طيب؟ لا والله طيب. طيب بصدفه. شيري انت اول شخص بيفوز حاليا. حلو. فزت معنا انك طلعت معنا بالمقابله. الف مبروك. نقي رقم 1 2 3. 3. خلص اعطينا اسهل شيء اصعب شيء. يعني المفروض انه دحين انت كوميدي، دحين المفروض نضحك. هي هذا الشكل شايفتي؟ بالإبرة. معك دقيقتين. مسكي هي. جاهزة؟ 1 2 3. خسرتي. دغري. كفي بس شوي شوي. شوي شوي ما عم تزبط. سعدية أنت. ما انت هزري شو من هون من هون اه شوي شوي شجعوا نيرمين نيرمين والله الحماس كمية حماس يا جماعة مو طبيعية مرة طلعتي دورة شوفني اول واحدة انا طلعت اكثر وحدة ها اكثر وحدة شو شاطرة انت اول من الباب كسرتيها انا شاطرة يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله لا نحن مو اللعبة انه نطحنها لهي اللعبة انه نطلع شكل صغصلي يلا دندوني يلا يلا دندون شجعوا ولا دندون يلا دندون 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 هو مبدئيا خلص الوقت نعم خلص الوقت ورجينا الشكل على الكاميرا اللي طلع معك الشكل هي كانت وردة يا جماعة هي صارت مسلة حطيها هي هي القرف تاجت عين في ايه؟ حضران سكويد جيم؟ ايه حضران ايه كله؟ ايه اجزاء منه اجزاء هو جزء انه اجزاء من الفيلم مو كله الفيلم. هو مسلسل انت متخلف يا ابني لا هلا على الفيس حاطينه فيلم يعني انه المسلسل كامل بمقطع فيديو واحد طيب. ملخص هلا انا حضران الملخص صراحة تمام وانا كمان هو المسلسل بجيب 450 لاعب 400 ومدري قد ايه المصاري وبتنزل المصاري ايه يا عيني بيموت واحد تمام كل ما بيموت واحد هي فهلا حنلعبك لعبه تمام هن اللي بيموت شلون بيموت بيقصوا يعني دغري بتخسر بيقصوا هي اللي بيركض و فنحن هون حاطين شحاطات هون الاخر عم بيز... بس خسر دغري شحاط انا رايح على البيت بعد انا الحين بستأذن ران هات لنشوف شو حظك بيطلع لك الشكل يا رب مجد بدك تفرغه بالدبوس هي فرغه بس هذا حذر شو حركه غلط بيطق لانه كثير اي سكر ايه اخذين شوي منك اكيد بس لا بدك بهي ولا بدونها لا بدونها 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 انا يعني شر شو مجد بلشنا شو بتقولوا بيفوز عبد الله بيفوز بيفوز بلا بيفوز تكون جاهز صح لك شوفتنا والله الله شوف ما قلنا لك اخذين شوي منك من هاي لا لا شكون لا حبيبي ها عم يعرف شو عم يشتغل كول كول سكر موشت وحش والله طيبه ليش ما تجيبون كليجه كليجه بس لا تحطوا لها حواج مثلها بس هاي اكسرها شوي شوي لانه قاسية شكلها ها يا ملك ملك عرفان شو عم يشتغل مبدئيا معك دقيقة وثمان ثواني بس بتلحق والله هاي خطرة انا برأيي وينها عمال مثل ما عملوا يا عيني عليك كفو كفو الاسطورة لا شو عبو كم ثانية زيادة 54 ثانية ورجينا يا على الكاميرا تفضل هاي مني للمايلوك هاي انت كله هاي الجائزة تبعها والله الله يا الشباب هلا هلا فيه رص سكر فيه شكل هذا الشكل بدك تقصه بالإبرة تمام تمام إذا ما قصيته بالإبرة في قناص معنا فوضه يوصل عجر عم نحكي معنا بدي موت يعني بعد المقابلة هي بالمسلسل هي طيب معنا لا نقي لك شكل على كيفنا طيب تمام هات نجمة هذا الشكل شو السلام عليكم عليكم السلام كرم كرم راح الشكل خيو هاي نجمة معك دقيقتين
لحتى تقصها بدون ما تنكسر النجمة. بلش يا ابو حميد. شوي 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 ريلاكس. راحت النجمة وراحت الدنيا. لك ما عندهم يا مرحميني هونيك دغري طار فورا كفي لنشوف شو بصير معه. طب حسراً بالابرة ما بصير هيك بالابرة هلا هيك دغري بتطق. لا مو هيك مو هيك حسراً هون. ايه هون بدها تطق شوي شوي بي شوي إيزي. شوي بيخلص الوقت. صفيان معك دقيقة 32 شوي شوي طق. ورجينا الشكل هيك على الكاميرا. الله لا يعطيك العافية فوق تعبك. راحي يعطيك العافية يا ابو حمي حماته. انت شو رأيك بكون هو يعني صهرك اذا الله راح؟ اذا الله راح بجيبه ولا لا؟ ايه بحاول. لك بيض وشنا قدام بيت حماه. خطيبته شو رأيك؟ لا ان شاء الله ايه بجيبه. هات لنشوف نضال قدام بيت حماه. نقي رقم 1 2 3 من 1 لـ3 ايه هن كل واحد شكل اثنين يعني ضال بيطلع لك مبدئيا طلع لك اصعب شكل اللي هو النجمه. تاكلنا كنادر رسميا. شوي شوي شو بتقولي حيجيبها؟ شفتي ان شاء الله ان شاء الله. لا ليك حماتك عندها ثقه فيك كثير. ها مبدئيا معك دقيقه و40 ثانيه. شو بيشتغل نضال؟ انت حنسالك هو خليه عم يلعب. شو بيشتغل؟ لازم ينجح شيف. هو شيف ها ملعبه. هلا اذا فزت بتعزمنا على شيء اذا خسرت بتطبخ لنا شيء. ايوه يعني نادر يمشي الحال معه. مزبوط كثير مسينا على فكره يعني. لك هي 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 كلها بصعبه. هلا انا برايي قوي قلبك لانه صفي معك دقيقه. لا خسر عشان راحت النجمه وراحت الدنيا. ورجينا على الكاميرا شو زاد منا للنجمه. يعني ها النجمه هيك على الكاميرا ورجينا شو زاد منا للنجمه. ها حماتك بدها تطبق لك النجمه بيديها. اي شيء بده صار يفوت. ايه لا يفوت شو عليه يعني عملت لكم احلى من النجمه. ها هي نجمه. لما امك تعمل لك نجمه بالبيت ليك. هاي نكته. ار يو ريدي؟ ريدي جو. هيك كتير حفيتها. ها بالطق. هلا هو شو عمل البطل لحتى فاز؟ لحسن دكتور حسن. قرص سكر شو بقى؟ ما بحب والله زبد الحسن دي برموشي. مبدئيا معك 40 ثانية. أنا برأيي لا تبلش تحاول كسر شيء لآخر شو 10 ثواني. انت ملاقيها هلا صعبة ولا سهلة؟ سهلة سهلة واضح. 18 ثانية. أنا برأيي إذا عندك نية للحس بحق. لا ما انكسرت. ما انكسرت وحش. 3 ثواني ثانيتين شحاطة انكسرت. ورجينا الشكل اللي طلع معك النهائي على الكاميرا. ها شفت له هيك على الكاميرا نص نجمة. نص نجمة هيك ماشي يعطيك العافية. هلا هيك اجت اللحظة اللي ورجيكم كيف انه اللعبة سهلة ومهنة ما عم يعرفوا يلعبوا. لهيك انا حنقي اصعب شكل باللعبة. اصعب شكل هات لشوف. اعطيني اصعب شكل. مجد جاهزين؟ كثير صعب هذا ما تشوفوا هيك دويرة وخط وشو بيعرفني. كثير صعب. جاهز؟ انا عم بسأل حالي جاهز. هي جاهز. انت عبيط يا ابني. بس قبل ما هي انا كنت عم بمزح انه اللعبه سهله. معي انا فوق لك وبلزه. هي بتلزه بتصير فيهم لحامه. شو بيحموا للداحه عنا؟ نحن ما عم نغش هيك عملوا بالمسلسل. يا غشاش يا كذاب. العمى هي الكذب تبع للداحه مو شغاله. لا عن جد انا هلا بلشت لها. صوت امي كله سكر. شو عندي احكي هلا وانا عم بلعبها؟ مو كثير طيبه طلعت محروقه. بالنسبه للاعبين هدول مسلسل حبار فهي هيك.
وهيك شفنا انه اغلب العالم ما قدرت تفوز، طلعت اللعبه كتير صعبه. اكيد اغلبكم اللي حضر المسلسل كان عم بيقول انه هي اللعبه سهله، وهلا اكتشف انه اللعبه مو سهله. المهم عملونا لايك وبس.